جاء إلى مصر شخص فلسطيني الأصل اسمه صالح سرية. وصالح كان محملا وطبعه ومزاجه وطريقة تفكيره وتركيبة مشاعره ميال إلى الحركية والعنف وكان مقتنعا جدا جدا بفكر التكفير، وعمل كتاب اسمه رسالة الإيمان، عرضنا مقاطع منه، يكفر فيه البرلمانات ويكفر فيه القوانين ويكفر فيه الشعب المصري ويكفر فيه الأزهر ويكفر فيه رئاسة الدولة ويكفر فيه الجيش المصري، يعني كم من التكفير بصورة يعني كفر الحي العالم. كل شيء. صالح سرية لما جه مصر بدأ يتعرف إلى الحجة زينب الغزالي، وزينب الغزالي دي تستحق حلقة بل اتنين بل تلاتة لدورها المحوري في الإخوان وفي الحركية وفي التنظيم وفي العمل المسلح. بدأت زينب الغزالي تقول لصالح سرية استنى، ده في مجموعة من الأولاد الشباب المسلحين في اسكندرية وفي عدة محافظات، أنا عايزة يبقوا تحت إيدك لأنه هم عندهم نفس التوجه كده. فكان منهم واحد اسمه طلال الأنصاري وواحد اسمه كارم الأناضولي وعدد من الشباب. صالح سرية على يد زينب الغزالي تعرف إلى المرشد حسن الهضيبي وزاره في بيته في المنيل وأعطاه البيعة بأن يكون إخوانيا، وبدأ يقدم أطروحة للمرشد إنه دي فرصة بتكوين تنظيم مسلح جديد يكون هو الذراع المسلح للإخوان. وبدأت من هنا تنسج بدايات عمل مسلح عنيف عانينا منه وشهدته الديار المصرية، وهو التنظيم الذي لقب بتنظيم الفنية العسكرية. وقعت أحداثه في شهر أبريل 1974 74، وبدأ التخطيط له، والكلام ده بدأ من 72 72 وكامل 73 كل بيجري فيه كل هذه الترتيبات واللقاءات والتفكير وما أشبه. سنة 74 حصلت هذه الكارثة وهذه الواقعة. بدأ التفكير عندهم انه يوزعوا نفسهم، طبعا توزيعة معينة، شباب يعني يمتهن العمل المسلح ويتدرب على حمل السلاح، وشباب جامعي انه يروحوا يهجموا على الكلية الفنية العسكرية ويسرقوا منها السلاح والدبابات والسيطرة على السلطة والرئيس السادات وكلام من هذا القبيل. الاتفاق الذي جرى ما بين المرشد حسن الهضيبي وبين صالح سرية، ده نموذج اللاوعة اللي حركتها السوق دلوقتي اللي احنا بنرصده دلوقتي، الالتفاف والمراوغة هذا اللقاء كان بيتكلم فيه الهضيبي وصالح سرية عن انه ماشي يمشي الكلام ده كله، ولهم بيعة مع الاخوان، دول فصيل اخواني بلا شك، لكن الاتفاق اللي تم على انه اذا نجحت هذه المحاولة يبقى يظهر الاخوان بوضوح ويقولوا ساعتها انه ده كله ترتيب اخواني من وراء الستار، اذا فشل هذا يبقى ليس للاخوان اي ذكر، وتم الاتفاق على هذا. وكتب طلال الأنصاري مذكراته، وبعض الإخوان بيشكك في هذه الرواية والبعض بيتشكك في مذكرات طلال، وجدل عنيف يمثل ظاهرة سأشير إليها لأنه هي الغرض من هذا الكلام ومن هذا الموسم ومن دراسة المذكرات، أن الإخوان يحرصون حرصا تاما على إحاطة تاريخهم والمحطات كثيرة في تاريخهم على إحاطتها بنمط من الإبهام والغموض وتضارب الرواية وعدم إمكان إمساك حقيقة واضحة ما بين الأيدي، وتتضارب الرواية بين قيادات الإخوان وبين قيادات التنظيم الخاص في تصوير الواقعة الواحدة كما سنراه تفصيلا في كل المذكرات التي سندرسها في الفترة القادمة. وقفة ضرورية هنا، حضرتك بتشير إلى أن هذا النموذج الشاذ إنسانيا والشاذ دينيا والشاذ وطنيا ترك مساحة لكل حد ان هو يفهم الامور من وجهة نظره ان في بيئة من عدم الوضوح، ولا حضرتك بتشير الى توجيه باحاطة تاريخ الاخوان المسلمين باكبر قدر ممكن من الضباب، وان الروايات المتضاربة ازاء كل شيء هي جزء من خطة منهجية عمل عليها الاخوان المسلمين؟ انا بتكلم عن ظاهرة بدأت تتضح قدامي في شخص حسن الهضيبي لتكوينه وفي دراسة مذكرات الاخوان بصورة عامة، يتضح انه في كم كثيف من اللبس والتضارب والغموض والإخفاء الحقائق وعدم كتابة كل شيء والتشكيك المتبادل في كل شيء والاتهام المتبادل في كل شيء. شخصية حسن الهضيبي القانونية القضائية الإخوانية جعلت هذا الرجل شديد الحذر في تعبيراته وفي تصريحاته وفي موافقاته
وفي تعبيره عن الامور. واظن سيادتك درست حسن الهضيبي يعني دراسه. هو حسن الهضيبي لو كان لي ان انا اقول رايي يعني او من مجمل ملاحظته، هو كان يفكر كقاضي. تفكيره كقاضي، هو قاضي بالاساس وجاء الى الاخوان المسلمين من خارج الدوائر الطبيعيه المحيطه بحسن البنا في صيغه مبهمه ما حدش فاهمها لحد النهارده. كان يفكر وهو يتحدث مع اعضاء جماعه الاخوان المسلمين وعلى راسهم حتى النموذج اللي حضرتك ضربته كطلال الانصاري والمجموعه بتاعته، كان دايما يقول كلام مبهم يفهم منه الجمله وعكسها او الشيء وعكسه، وكانه يفكر في لحظه سيحقق معه فيها او سيمثل فيها امام قاضي مثله، فيجيد التفلت من اي عباره واضحه او ملزمه بالظبط. فلما حد يقول له حاجه، حتى دي من الجمل اللي استخدمها لما عرض عليه امر الفنيه العسكريه، فقال والله يعني انا ما اقدرش امنع شيء فيه صلاح المسلمين او خير المسلمين، ربنا يجيب اللي فيه الخير. اللي هو لما يجي تسأله قدام قاضي يقول والله انا كنت بقول ربنا يجيب اللي فيه الخير عموما ومطلقا. سيادتك تصنع فيلم السندي، اطلعت على السندي وسيد قطب والفنيه العسكريه واطلعت على ملفات التحقيق اللي فيها نصوص كلامهم في نصوص في كلام التحقيق. طبعا حسن الهضيبي في تحقيقات تنظيم 65 ومذكرات الاطراف المختلفه فيما يخص تنظيم الفنيه العسكريه، وقبلها السندي في شهادات جميع الاطراف، هو نفس النمط المريب غير الواضح والافاده اللي تحتمل ان كل حد يفهم منها شيء مختلف. طيب انا عشان اكمل القصه وابني على هذا الـ احنا بندخل من مداخل مختلفه وبنلتقي في الاخر عند نفس النتيجه، وده يعني يؤلمني والله انه يعني يظهر هذا الكم من العوار الشاهد حسن الهضيبي بدا يقول ايوه امشوا في هذا الطريق بهذه الطريقه المحتمله والملتويه، اللي هو كانه يفكر انه في يوم من الايام لو نجح هؤلاء يبقى احنا عملنا شيء ونقول ده شغل الاخوان، لو ما نجحوش يبقى احنا في مأمن. فشلت عمليه الفنيه العسكريه من لطف الله تعالى بمصر، بعد ان قتل عدد من ابناء قوتنا المسلحه في الفنيه العسكريه، وبعد ان اريقت دماء طاهره وقدم كل هؤلاء للمحاكمه وصدرت احكام اعدام وادانه قضائيه واضحه وهكذا. فين اللي انا عايز ارصده من هذا الكلام؟ اللي انا عايز ارصده انه بدا العقل الاخواني يبقى من مكوناته الكبرى في التفكير ازاي ما تكونش واضح، ازاي تعرف تخبي، ازاي تضمر خلاف ما تظهر.